في أجواء روحانية وبحضور جمع من المواطنين وإطارات سامية في الدولة، شيعت جنازة رئيس المجلس الدستوري مراد مدرسي. هنا بمقبرة بن عكنون أعالي العاصمة، استحضر الحضور خصال ومآثر الرجل. ابن إنسان متواضع وخلى لنا مبادئ راهي مرسخة إن شاء الله في الأذهان، التواضع وحب الوطن وحب العائلة. كان رجل مواقف، كان إطار تاع دولة، كان ثابت في الكلام تاعه. ايتي اكزومبل ديفون توت تو سون باركور. Nous estimons qu'il constitue aussi un modèle de par ses valeurs. هو كفاءة وطنية عالية من الطراز النادر، يتميز بخلق يعني كبير، يتميز كذلك بنبل المعاملة. شخصيات من مختلف أطياف المجتمع أبوا إلا أن يتقاسموا مع عائلة مدلسي هذه اللحظات، وكلهم بلسان واحد. الفقيد كان رجل دولة بامتياز. رجل دولة بمعنى الكلمة، سي مراد قدم الكثير للجزائر في مختلف القطاعات الاقتصادية، قطاع السيادية. مخلص للدولة الجزائرية ومخلص للدين الإسلامي كذلك. إنسان طيب وخدم، عادني بزاف، عادني بزاف كي مات. الله يرحمه ويسع عليه. رحمه الله. هناه من إطارات اللي تدعم الدولة الجزائرية، من الإطارات اللي يقتضى بها. في وقت كانت تصوب فيه الأنظار نحو المجلس الدستوري للفصل في قائمة مترشحي رئاسيات 2019، غادر مراد مدرسي رئيس هذه الهيئة، تاركا وراءه مسيرة حافلة في خدمة الجزائر فقع عمرها 30 سنة.